اهلا بكم اعزائي المشاهدين، ومعنا الان الاستاذ عباس الصالحي المؤلف الرياضي على القناه الرياضيه السعوديه. اهلا فيك يا استاذ. اهلا وسهلا حبيبي، حياك الله. بموجب حضوركم اليوم، ايش شفتوا في البطوله؟ ايش رايكم في البطوله والتجهيزات والاستعدادات ومستوى الفريق؟ والله صراحه انا وغير من الشباب والاخوان ما كنا نتوقع ابدا نجاح البطوله بالمستوى المبهر هذا. يعني انا جيت وسافرت، وجيت وسافرت يمكن 3-4 مرات، ولا تزال البطوله يعني زخم اعلامي كبير، حضور جماهيري اكبر، يعني كل لعيبه المدينه القدامى، لعيبه المنتخب السعودي شفتهم، لعيبه انديه المملكه حضروا البطوله هذه. يعني انا يعني يمكن انا الان عمري 40 سنه، شفت بطولات على تاريخ مستوى المدينه يمكن 30 سنه، وانا اشوف بطولات انا ما مرت علي بطوله صراحه اكبر واقوى من هذه البطوله نظرا للمستوى، وبالذات مستوى تالق حراس كل الفرق. يعني انا الاحظ انه في حراس يعني على الساحه جدد الان ظهروا بشكل غريب، يعني لانه افتقرت المدينه بهذا المركز بشكل كبير في السنوات الاخيره، الا انه أرى في ضعف في مركز الهجوم عند كل الفرق تقريبا. واسمح لي يمكن أنت مهاجم تزعل مني، ولكن احنا تاريخ المدينة مهاجمين كبار على راسهم حمزة إدريس ومالك معاذ، اللعيبة كبار، ولكن مستوى البطولة يعني صراحة في إثارة، في ندية، في استمتاع، في كرة حديثة، في كرة حديثة، نشوف والله كرة على الأرض، نشوف باصات، نشوف فريق يبني هجمة، فريق يوقف فريق، فالتكتيك في اللعب نشوف يعني المدربين يعني فعلا انا يقول لك الشوط الثاني فريق المدربين مقولة، ولكن فعلا احنا نشوف بصمة مدراء الفرق، مدربين الفرق، انه والله يقدر يغير في التكتيك، يقدر ينزل لاعب يقلب النتيجة، يقفل، يعرف يقفل، يحافظ على هدف. فمستوى كبير صراحة. انا والله ما احب اتفرج مباراة في حارة ابدا ابدا، لا تمرين ولا دوري، ولكن والله جيت لانه اسمع. ولكن انتم ما شاء الله زدتوا يعني بعد ما بدات البطوله، يعني انا جيت قبل يمكن تقريبا 20 يوم المدينه، ولكن شفت انكم والله كلفتوا في الملعب تكليف زايد. اسمع الشباب يقولوا كلفوا 15,000، مبلغ كبير، يعني انتم الان تعديتوا ميزانيه البطوله، وهذا شيء نحسب لتاريخ الكاتبيه، نحسب لحلمي صراحه، نحسب لاستاذ سهل، نحسب لابو بندر، خالد المقدم، نحسب للناس اللي حاضر. انا شايف في اضافه لكم في البطوله ما كانت موجوده، الاستاذ سامي سطيح انه اصبح اضافه في وما كان موجود من البطوله، لكن اصبح اضافه في تكميل انه البطوله دي تنجح بشكل كبير. على العموم بالتوفيق ان شاء الله، واتمنى لكم الف توفيق، واتمنى ان شاء الله انكم انتم ترفعوا راس الكاتبيه، انتم رفعتوه من غير شيء، لكن ان شاء الله تحققوا الكاس وتجيب البطوله، وتجيب انت هداف البطوله، وتجيب الهدف على النهايه. طب بالنسبه استاذ عباس، يعني بما انك انت معلق في السعوديه الرياضيه، ايش رايك بمستوى المعلقين في البطوله؟ والله شوف كمستوى صراحه معلقين رائعين جدا، الا انه هو مو عارف ايش قاعد يسوي. يعني كيف؟ يعني انت لا يمكن تصير فلان، معي؟ ليش انا اصير فلان؟ ليه ما اكون انا؟ ليه انا قلت شوالي؟ ليش؟ طب انت لغيت شخصيتك؟ معي انت؟ ليش انا قلت روف خليل؟ ليش قلت فارس عوض؟ ليه؟ الله خلقك انت، ليش انا ما اكون انا؟ اعلق الان انت، اذا انت قاعد تقلد فانت اصبحت مقلد، انت اصبحت ممثل، ما انت معلق. المعلق واصف، المعلق مدرب، المعلق استديو تحليلي، المعلق صحفي، المعلق لاعب الاحتياط، المعلق الجمهور. فانت تركز في التقليد وتترك المباراه. تلاحظ انك انت ما انت قاعد توصف شيء قدامك صحيح، انت قاعد تاخذ كلمات تاخذها من معلقين عشان انت تحطها عشان توصف حاجه، لكن انت حضورك لا الغيته، فانت ما انت قاعد انت توصف حاجه، انت من لبنات افكارك، انت بشخصيتك، انت حسب ما شفت اللقطه دي، لا انت اخذت كلمه، اخذت عباره عشان تقول الكلمه هذه عشان تشرح، فكذا هذا مو تعليق.
ولكن هم كحضور ممتازين. لكن لو يلغي شغلة انه انا والله اكون فلان، هذول المعلقين صراحة انا يعني اشوف معلقين في الرياض، وشفت معلقين يعني في القناة الرياضية السعودية عندنا جو ومشوا مشوهم الادارة عندنا مشتهم تمام، لانه هم بنفس الطريقة كلهم مقلدين لكن مهم معلق. طيب سؤال كذا يعني شخصي، ممكن في يوم ممكن تشرفنا بتعليقك على مباراة من المباريات؟ انا اللي اتشرف، هذا فريقي، الكتبية فريق قبلكم كلكم، قبل ما تتولدوا كلكم اللي واقفين معي كلكم. يعني انا يمكن 25 سنة لاعب مع الكتبية، ايام ما كان الكتبية عند المسجد. الفريق ده انا لعبت معاه من 25 سنة، يمكن من عام 1993 تقريبا، انا لعب مع الشباب ايام ابو، ايام هيثم المدني وغازي وفواز وبريان وباميره والجمل، فتاريخ كبير الكتبيه، وانا اتشرف ان يوم ان شاء الله ابشر ان انا اعلق لكم، لكن ان شاء الله تحون الفرصه ان شاء الله، واتشرف انا ان اعلق لكم ان شاء الله يكون النهايه يا رب. شرف لنا يا استاذ عباس، والله يديك العافيه على حضورك ان شاء الله، ونتمنى وجودك. الله خير.